الخير مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج الحدث. بطبيعة الحال العناوين الأمنية هي العناوين الأولى من اليمن إلى لبنان وغزة. اليوم ما هي مهمة الوفد الأمريكي أموس هوكستين التي أتى بها إلى لبنان؟ وقد سمعنا يعني موقف الدولة اللبنانية بموضوع التفاوض ويعني الامتناع ورفض التفاوض قبل وقف العدوان على غزة. أيضا بالملف الرئاسي والحراك الداخلي اللبناني اليوم مع ضيف بدي ناقش كل هذه العناوين. أهلا وسهلا فيك نائب سجيع عطية عضو كتلة الاعتدال الوطني. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. أنتوا بالحركة الداخلية أصلا عم تعملوا حراك سياسي داخلي ضمن اجتماعات بلشت لكتلة كبيرة أو لتجمع إذا بدك كتل صغيرة لتعملوا كتلة كبيرة، واجتمعتوا بهدف إذا بدك بند أول الاستحقاق الرئاسي، وهلأ بنحكي بعد شوي أكتر. بس خليني بلش أنا وياك من، وطبعا بدنا نحكيك بمواضيع خاصة بالأشغال وبالشركات لأنه كمان في كتير ملفات عم تدرسوها باللجنة. بدي أحكي من بلش من أموس هوكستين. بين حرب، في حرب ولا ما في حرب؟ بين الناس خايفة، يعني في ضربة ولا ما في ضربة؟ وين نحن؟ هلأ المعطيات التصاعدية للجبهة مخيفة، بمحل أنه إذا عم بتلاحظي كل يوم بعد يوم عم تتوسع أكثر، عم بتطال مدنية. يعني امبارح كان في استهداف للدفاع المدني عمليا وكمان إيلات وكذا، بلشت على الأماكن السكنية، على الخيام، على المناطق اللي فيها مدنيين مش عسكريين، وعم بتزيد الوتيرة والاغتيالات عم بتزيد. هيدا كله ما بيطمن. هلأ المؤشر اللي بيطمن الوحيد بهالموضوع هيدا أنه الأمريكان يبدو جديين، وعودة أموس هوكستين على لبنان لحل حالة الموضوع أو خلق باب من التفاوض أو تهدئة الجبهة هيدي بتعطي باب تفاؤل شوي. هلأ الإسرائيلي له مصلحة بالحرب لأنه عملياً خلص إذا بدك له مصلحة بالحرب، له مصلحة لأنه كل الدعم، السكوت العربي، الدعم الدولي، امبارح وصليته أمريكا جبت له طيارات وبواخر، اليوم القيادة صارت أصبحت عسكرية، تأثير الحرب اللبنانية على مستوى إسرائيل يعني بلش يتعوم نتنياهو شوي. إذا بتلاحظي ما عاد عنده كتير مظاهرات لأهالي الأسرى الموقوفين. بالاقتصاد عالميا ما تأثر الاقتصاد العالمي بموضوع حرب الإسرائيلية بغزة واللبنانيين. على الموضوع السياسي تأكد أنه الجيش هو الكامش زمام الأمور بإسرائيل. هيدا كله بيعطينا مؤشرات سلبية أنه في إمكانية توسعة واستهداف للبنان. هلا يمكن مش اجتياح بس بالتالي استهداف المرافق العامة والبنى التحتية. يعني عم تقول أنه إمكانية ضرب مواقع بلبنان واردة. واردة كثير. لأنه مصلحة نتنياهو اليوم هي بالاستمرار بالحرب مش بوقفة. أكيد. نفس بس مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأنه اليوم يبدو أنه مثل كأنه أموس هوكستين واللبنانيين متفقين على حصر الحرب، ما بدهم حرب، بس نتنياهو بده الحرب. ما تنسي باب المندب، اليمن، المنطقة كلها حتشتعل وبلشت تتأزم. يعني امبارح الأمريكاني كان عم بيضرب باليمن أو اليوم عشية مع البريطانية. هلأ الأمريكاني الحقيقة ما عم نفهم إذا بدك الحراك تبعه بشكل واضح. بمحل معين أموس هوكستين بلبنان عم بيقول تعوا لنعمل تبريد للجبهة ونلاقي إطار للتفاوض، وبعد شوي عم بينزل لإسرائيل كل العتاد والأسلحة وكل الدعم اللوجستي للحرب. بمحل معين يبدو يعني حابة أو بدها، ما بدها تتوسع الحرب إذا بدك أمريكا بهالموضوع، الولايات المتحدة وحتى الفرنسوية كتير صادقين بهالموضوع، لأنه إذا وسعت وفتحت على لبنان قلت لك بدها توسع كتير، وهلأ صار في أذى اقتصادي. نعم. من موضوع اليمن، وامبارح كان في تهديد واضح لشبكة الاتصالات الموجودة على عمق كتير كبير باب المندب. نعم. هيدا كله بيهدد التجارة العالمية وفي كلفة كتير كبيرة. هلأ نحن بما يعنينا وانعكاس هذا الأمر علينا، إيه، إحنا إذا في حرب في أذى كبير أكيد. هلأ بتقليلي
خلاص غطسنا فتنا فيها، بدنا نحقق مكاسب لنطلع بالحد الأدنى منها، لأنه الحقيقة في خسارة كتير كبيرة على المستوى الاقتصادي عندنا بالملايين، صار ما يدفع لبنان كل يوم ما ندفع ملايين نتيجتها. على المستوى البشري حرام، عم بيكون في استشهاد لشباب وطاقات كتير كبيرة. نعم. في عندنا منطقة كبيرة اليوم مدرسة معطلة، زراعاتها، سياحتها، يعني في أزع علينا. بس كمان بالمعاكس عم يدفع ثمن إسرائيلي كبير، يعني هذه المقاومة عم بتأدي النتيجة المطلوبة بموضوع الردع والمقاومة وحفظ السيادة والكرامة. هلأ بدأ موضوع وقفه اطلاق النار بغزة نتفاوض. هيدا بعتقد اللي حكي فيه السيد، الربط بين اذا بدك نحن الذهاب الى اتفاق امني مع وقف اطلاق النار في غزة، هو ليس يعني بضر لبنان اكثر ما بفيده، ولا كيف؟ ما هي جبهة مساندة واسناد عمليا، وقت اللي بيقولوا اليوم وقفوا عن غزة لنحكي سوا بلبنان، بالتالي عم بيساعد بشق معين وقف اطلاق النار على غزة، وعم بيقول لنحن تعالوا نعمل حل نهائي بموضوع ترسيم الحدود وموضوع المزارع شبعة والأراضي المحتلة. منه غلط إذا فينا نستفيد منه. هلأ أيمتى بتصير خطأ؟ إذا كنا بندفع ثمن بغزة على المستوى اللبناني بدون تحقيق مكاسب. يلا رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع، بس اسمح لي، لأنه أساس جوني منير كاتب شيء عن اجتماع اللجنة الخماسية، اجتماع جديد سيحصل هذا الشهر يمكن قبل آخر الشهر من أجل استحقاق الرئاسة تزامنا مع الملف الأمني. خليني رح ينضم لقلي بس حتى نشوف شو معلوماته عن الاجتماع اللجنة الخماسية. أستاذ جوني منير الكاتب السياسي، صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لقلك والأستاذ سجيع والأستاذ. طبعا المواضيع هي كتير كبيرة، يعني إذا بدك من اليمن وصولا للجبهة الجنوبية وصولا للاستحقاق الرئاسي، بس أنا خليني أحصر هذه المداخلة معك بما كتبته امبارح عن اللجنة الخماسية المفترض أن تعود إلى الاجتماع من أجل العودة إلى العمل بالاستحقاق الرئاسي، وسط كلام عن أنه يريدون الضغط لانتخاب رئيس جمهورية ليكون هذا الأمر قبل الاتفاق الأمني وليس بعده. تفضل. أولا صحيح صار في يعني اللي حكيت عنه المشاورات أو المداولات اللي صارت بين أعضاء الدول الخمس، وصار في ضرورة من أجل هو كان هاي هيك لودريان قبل ما يفل من بيروت أو من بعد ما فل من بيروت بجولته الثالثة، ويبدو تأكد أكثر بالمشاورات يلي حصلت بين الدول الخمس حول موضوع انعقاد اجتماع لها بيسبق يعني بيطلع عنه ملحق أو بيان ختامي مفصل، وبياخدوا معه لودريان بجولته الرابعة يلي رح تكون قوية. الانطباع الأول كان أنه مفروض يصير هذا قبل آخر الشهر، بس ما جرى تحديد الوقت، ما يعني أنه في إمكانية ربما تأخر شوي أكثر هذا، يعني مسألة الوقت لم تحسم بشكل نهائي بعد، ولو أنه بالمشاورات يلي صارت بيناتهم أنه هذا مفروض يصير قبل نهاية الشهر الحالي مبدئيا. اثنين، الاجتماع تبع الخماسية اقترحت فرنسا، أو أنه بما أنها هي كانت الدعوة عم تصير من عندها بكل الأطراف للاتفاق على هذا الموضوع، وأيضا لتحديد كيف بتكون النقاش، أنه راح يكون مبدئيا على المستوى السابق يلي كان، مش على مستوى وزراء خارجي. النقطة الثالثة يعني المضمون يلي بيكون يلي مفترض التفاهم يكون عليه أنه قوي، وبالتالي الدفع باتجاه الذهاب لانتخاب رئيس الجمهورية، أولا بسبب التطورات الكبيرة بالمنطقة، اثنين بسبب المخاطر الموجودة على لبنان، وثلاثة والأهم بسبب ما ينتظر المنطقة من برنامج، يعني اللي هو ترتيبات تسوية سلمية بمرحلة ما بعد وقف أو انتهاء الحرب في غزة وفي لبنان، وبالتالي يجب أن يكون لبنان جاهزا، الدولة اللبنانية جاهزة، الجمهورية اللبنانية بتكوينها جاهز في هذا الإطار، ويبدو هني عملوا اتصالاته في هذا الموضوع. هلأ من ضمن ما فهمت أنا حسب ما فهمت سيجري بالبيان الختامي وضع تصور حول يلي طلع فيه لودريان بعد جولته الأخيرة وخصوصا جولته الثالثة. اثنين، تجاوز المرشحين الذي حطوا يلي مرقوا فيه، وهي رح تتبني اللجنة. نعم. وبالتالي لأنه الجلسة الأخيرة أظهرت أنه ما في إمكانية، والذهاب باتجاه مرشح الثالث الخيار الثالث. نعم. أربعة، عدم تسمية أي أحد أو
التبني اللي كان عم ينحكى فيه، وترك هذا الموضوع للبنانيين انه روحوا فرجونا شو عندكم بالخيارات الرابعه. طبعا هن يمكن يكون في عندهم هذا التصور او انه وين باتجاه المسائل كيف بتروح، بس لكن من ضمن التصور عام خمسه ان يكون الموضوع الترتيب للموضوع اللبناني الداخلي حول رئيس الجمهوريه، كيفيه بتكون الحكومه لقدام، الدور المهم للجيش اللي راح يركزوا عليه فقره خاصه، وضروره تمتينه وتقويته لحتى يواكب هذه المرحله لقدام. نعم. بضل في يعني اشاره، بضل في اشاره انه مصر طلبت هذه المره وبشكل رسمي من الفرنسيين ومن بقيه الدول انه يكون اجتماع هذه المره في القاهره. نعم. اول مره انعمل بفرنسا وما طلع يومتها، ما كان ناجح، صارت تفاصيله معروفه. الثاني انعمل بالدوحه مع البيان تبعه، الثالث نتمنى ان يكون في القاهره لانه اولا صار دور القاهره، ثانيا للدور الذي تطلع به مصر، اولا هي بلد عربي ولبنان بلد عربي، والدور الذي تطلع به مصر ان كان على مستوى الموضوع في المنطقه وما يحصل في هذا، وبالتالي لم يحصل اعتراض من اي فريق من هذا، ولو انه بعد التاكيد ما حصل جازم. في نقطه إيه. لا 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 انا ترتك بالعكس، بدي اسالك عن ردة الفعل. تفضل كفي، يعني بدي كفي معك بهيدي النقطه. بدي اسالك عن انه هذه المواصفات اللي راح يحطوها وراح ياكدوا عليها اليوم، هل هذا سيعني انه جان ايف لودريان سيحمل هذه المواصفات وسيعود الى لبنان في نهايه الشهر بعد اجتماع اللجنه الخماسيه، وسيطرح هذا الموضوع بشكل جدي على انه شو، على انه يصير الاستحقاق بشكل سريع قبل الاتفاق الامني؟ هذا اللي كنت بدي اسالك اياه. صحيح. ما هو الفكره هي اللي طالعه من هون انه يجب ان يكون هذا الاتفاق قبل مش بعد تسويه غزه. هلا كمان هون يعني باللي عم تقولي، وهون له علاقه ربما بحزب الله لانه السؤال الاساسي هو صح. حزب الله كيف يضل، خصوصا انه انا وياكي والكل بنعرف ضمنا الذهاب باتجاه الخيار الثالث والتركيز على فقره الجيش اللبناني، معروف كيف بيروح الموضوع، بس لكن اني ما راح يتبنوا لا بالرسمي ولا بالايحاء ولا باي شغله اي مرشح، بس بيعتقدوا انه الاوفر حظا في هذا المجال واضح من ضمن الظروف العسكريه الموجوده في المنطقه. هلا بغض النظر عن هيدي، السؤال الاول هو النقطه الاولى وهي كثير مهمه، الفصل تماما ما بين المفاوضات حول الموضوع جنوب لبنان والتدابير اللي صايره والحرب الصغرى القائمه في لبنان والمخاطر حولها وموضوع رئاسة الجمهورية. لذلك إن كان بوريل أو حتى خصوصا هوكستين هن رح يتولوا بشكل كامل موضوع، أو هوكستين بشكل أساسي، جوزيف بوريل مساعد له بهذا الموضوع، موضوع الجنوب والترتيبات اللي بدها تقوم فيها و و و يلي بلش ينصر أفكار بهالمجال، وهو إذا لاحظتي هو لن يتطرق إلى موضوع رئاسة الجمهورية لا مواربة مثل ما صار وحدا ساله على ما يبدو، نعم. ولا حتى مباشره الا اذا شي مره سئل الدعوه لانتخابات سريعه لانتخاب رئيس في موضوع رئيس. اما الموضوع الثاني الفصل مهمته موضوع الاستحقاق الرئاسي فقط لا غير وليس الموضوع الجنوبي، هو ما ستقوم به اللجنه الخماسيه، لذلك التحرك تبعها هلا مع دعم مع ضغط تصاعدي، يعني تحرك تصاعدي والتركيز في هذا الموضوع فقط من اختصاص هذه اللجنة. وبالتالي ما سرى في الأيام الماضية وخيال خصب للبنانيين حول موضوع الربط هون بهاي، ولو أنه أنا وياك بنعرف أنه المناخ العام ليس بعيد عن اثنين، بس لكن الذهاب باتجاه بمزدوجين صفقات أو مطالب مش موجود. النقطة الثانية عند حزب الله وهي كثير مهمة، وأنا سألتها مباشرة بأحد السفراء الاعضاء يلي دولته عضو في اللجنه الخماسيه، انه طيب حزب الله شو موقفه؟ بيقول ما وصلنا محطة. حزب الله يريد اثمان، وخصوصا انه الخلفيه صارت واضحه يعني نعم. على الامور بيجاوبني بشكل واضح بيقول لي ما وصلنا من حزب الله ان حزب الله لا يريد اي يعني ما له علاقه بموضوع تعديل النظام السياسي في لبنان يلي كان رائج، وهني نعم. بلغهم انه ليس صحيحا انه هن يريدون تعديل النظام السياسي في لبنان، وبالتالي ليس لديهم مطالب في هذا الخصوص. نعم. ممتاز. يعني عم تقول انه لا مقايضه لا مع نظام ولا مع رئاسه، مجرد استحقاق رئاسه يقودنا الى اتفاق امني.
طبعا مع الترتيبات الداخليه، المفاهيم لقدام، طبعا مسائل يريد حزب الله في هذا المجال. وهون كمان بدي اضيف شغله بس سريع. ما كان حكي عن 5+1 بالموضوع الرئاسي بلبنان، ما بعتقد انه رح يكون يعني الخماسيه خماسيه رح تضل، ولو انه قطر وفرنسا تتوليان التفاهم او انه وضع ايران في الصوره، لكن الـ5+1 في الملف اللبناني مش موجود، يعني مش مطروح بشكل مثل ما كان طرح. وهذا احد مفاهيم الفصل ما بين الملف الجنوبي الاقليمي الامتياز اللي عنده والملف اللبناني الذي سيبقى داخليا مع حزب الله. التفاهم مع حزب الله. نعم، شكرا لك، شكرا لك استاذ جوني مير على هذه المداخله. شو رايك؟ كلام ذهب. عمليا واضح انه في فصل، في فصل بين الرئاسي والمفاوضات او الاتفاق الامني. قصده انه ما راح يصير في مقايده، يعني مش انه هام قبيل هاي. والدليل انه في الخماسيه بعدها بمهامها باجراء الانتخابات باسرع وقت ممكن، وان كان تحت ضغط الحرب بالجنوب، بس كمان في أوكستاين عم جاي يقول انه تعالوا لنعمل حل حلي وكذا. نعم. هلا بالحالتين الاستحقاق ضاغط، وبالحالتين نحن بدنا بأي حل بالمنطقة نكون لاعبين أساسيين على الطاولة. بالتالي الانتخاب مسؤولية وطنية ومسؤولية نيابية قبل ما يكون مسؤولية خماسية أو مسؤولية أمريكية. كرمال هيك أنتوا عم تجتمعوا هلأ، خبرنا شوي عن اجتماعكم كتكتل جديد عم تعملوا. تكتل مش تكتل، نحن إذا بدك مجموعة تكتلات صغيرة. في كتير قواسم مشتركة وأوجه شبه بين بعض، خصوصا من الناحية الوسطية وعدم الالتصاق بمحاور معينة. قلنا بيسوى بهال إذا بدك نسيان هالاستحقاق شوي وأعطاء أولويات لقصص تاني، نرجع نحرك هالملف يكون على الطاولة. يخلي يكون لبنانيا إلى حد ما بي 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 نكون هالقوة الضاغطة، هالنخلق جو عام ضاغط، يكون في اتصالات ثنائية وثلاثية مشاورات إلى حد ما، لأنه ما في بديل عن التواصل. هلأ إذا ما توفقنا ب7 أيام أو ب5 أيام أو ب3 أيام، على القليل بيكون تمهيد للقاء كبير موسع، ومن ثم الطلب من رئيس بري دعوة لاجتماع. هلأ عمليا كان أول لقاء هو لقاء إذا بدك تأكيد الأولويات اللي بنحكى فيها، وأول بند كان رئيس الجمهورية لأنه هي البوابة والنافذة الأساسية لتطلع على باقي المواد. كان في توافق عام أنه لازم نلتقي، لازم نوسع، لازم نتواصل مع الكل، لازم نستشير الكل. وقلوا أكثر من هدف هذا التحرك إذا بدك، بمعنى داخلي وحتى الخماسية كمان، لحتى تكون فعلا أنه في صوت لبناني عم بيقول تعوا كمان خلونا ننتخب قبل نتائج غزة، لأنه البعض عم بيقولوا أنه يعني معقول يكون هدف هذا التكتل اليوم بالسياسة؟ مش تكتل، لقاء لعدة تكتلات، لأنه لا عندنا مرشح. نعم. ولا نحن حنكون جبهة أو كتلة كبيرة بعدها بالبداية. إن شاء الله نوصل لتكتل أو كتلة كبيرة، بس بعدها هي التقاء على قواسم مشتركة، في قواسم كتير أو نقاط تانية كتير مش ملتقين عليها. صحيح. بس وظيفته السياسية لهذا اللقاء اليوم الدفع لانتخاب رئيس جمهورية قبل حصول أي اتفاق أمني وعدم انتظار المفاوضات الأمنية مع الأمريكيين، خاصة إذا مطولة، يعني خاصة إذا مطولة ويبدو أنها مطولة. ما فينا نضل بهالوضع الاجتماعي والاقتصادي مثل ما عم بتشوفي كتير في يعني انحلال تام لمؤسسات الدولة ولماليتها. بيسوى شوي نرجع نقول يا خي نعمل محاولة، يمكن ننجح يمكن ما ننجح، بس المحاولة مطلوبة من الكل. بس هيدا بوديني على كلام قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري من تقريبا من جمعة، قال هو لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بغض النظر أو بعيدا عن ما يحصل في الجبهة الجنوبية. معه حق، وهذا المطلوب، ونحن استشرناه وقال الله يقويكم ونحن معكم، وإذا بتجوني بصيغة معينة ومتفقين هالكتل الأساسية الكبيرة أنا 12 بالليل بدعي لجلسة. يعني عم بتقول كان كتير متجاوب وداعم بهالموضوع هيدا. يعني عم بتقول ما عنده عقدة الـ7 أيام ولا 5 أيام ولا وصلنا معه وسط الحوار، يعني إيه أنه يعني إذا البعض أخذ الجدل هيدا. بس عم بتقول أنه اليوم يبدو في توافق سياسي حتى مع الثنائي انطلاقا من موقف الرئيس بري. ما شفنا حزب الله ما بعد ما
اتخذت اذا بدك لجنه رسميه تطلع تدق الباب وتسجل نوت هيدا ايه وهيدا لا. نحن اليوم يعني وهي الفكره طلعت من الاعتدال بشكل اساسي واللقاء اللي كنا 10 نواب فيه انه قلت لندب الصوت على هالكتل اللي حوالينا لنكبر شوي هالبلدوناج لتكون ضاغطه. نعم. ومن ثم يتم الاتصال بالكتل الاساسيه خصوصا الثنائي المسيحي والثنائي الشيعي لانه هن اذا بدك اللي كانوا جبهتين بمرشحين مختلفين. نعم. هلا الاسبوع الجاي عندنا اول جوله حتكون على البتراك والمفتي والمطران عودي والرجال الدين كمان نضعهم بجونا ونشوف شو رايهم، ومن ثم حتشكل لجنه من هاللقاء وتطلع ضب الصوت وتقول يا عمي تعوا لنزل العقبات. هو اهم شغله انه ما ننسحب من المجلس لانه رئيس بريال يا خيي انا بدعي جلسي على دورات مفتوحه. نعم. وقت ما بننسحب ساعتها بصير النقاش ضمن المجلس يوم اثنين ثلاثة أربعة لازم نتوصل. مثل ما عم بفهم منك. نعم. إنه هذا الحراك عم بتأسسوه حراك داخلي للرئاسة. صحيح. يتقاطع مع قول الرئيس بري تاعه نعمل الاستحقاق الرئاسي بغض النظر عن. صحيح. شو عم بيصير بالحرب بالجنوب. صحيح. يعني. نعم. فصل الملفين عن بعض. نعم. صح 100%. وهذا الحراك الداخلي إذا بدك هو يحضر عن قصد أو عن غير قصد للحراك الخارجي اللي جاي بيتلاقى معه ما بيحضر. يعني عمليا بيتلاقى معه أنه إذا اليوم يجونا لأنه ما فيك ما بينجح واحد وحده. يعني إذا الخماسية اتفقت على مرشح ما فيها تعمل شيء وأصلا كتير في انتقاص للسيادة وتدخل فاضح. نعم. وإذا نحن اتفقنا وكان في مقاطعة دولية وحصار دولي بيكونوا أعنى مثل ما كان الرئيس ميشيل عام بالسابق. هي الحكمة أنه يكون فيها التوافق الداخلي بالحد المقبول ورضا دولي لحتى نقلع شوي بعهد جديد وإذا بدك. نعم. برئاسي لأنه المشكلة مش بس برئيس الجمهورية كمان الحكومة البرنامج العمل. ايه. بدنا دعم مشروع دولي طويل عريض. مشروع طويل عريض 100%. بس اللي بدي أفهمه منك أنه يعني حضرتك موافق على أنه إذا بدك بالسياق العام بالخطة بالتدحرج الأمور بالأولويات رئاسة قبل اتفاق أمني. هلأ إذا بيجي الاتفاق الأمني اليوم قبل بكرة بنكون كتير مبسوطين. أكيد. ما تفكري بس أنه بمحل معين بالمنطقة لأنه كمان مثل ما سمعتي في بعض الكتل بلبنان أو بعض الأطراف بلبنان أنه ما بيحقله لحدا يمضي عن رئيس الجمهوريه. ايه يعني كان واضح قال بانه ايه انه اي اتفاق امني يجب ان يوقعه. ايه لانه عم تمضي دوله. يعني دوله عم تمضي بموضوع اذا في طاوله وفي دول وفي اتفاقات اقليميه وكذا اكيد من المنطق وما يحكي صح انه لازم يكون رئيس الجمهوريه موجود. نعم. هيدي كلها اذا بدك عوامل ضاغطه على الاسراع بالانتخاب. طيب هذا الموضوع كمان بياخذني على مطرح كمان قالوا ان ابو جبران باسيل من بعد تمديد لقائد الجيش عندما سئل اذا كان هذا يمكن ان يتكرر الاجماع على التمديد بالرئاسه قال ممكن واعتبر بانه في اراده خارجيه لهذا الموضوع. اليوم هل يمكن ان تتقاطع اراده داخليه مع خارجيه على انتخاب قائد الجيش كما حصل في التمديد على اعتباره عنوان امني وسياسي بنفس الوقت؟ كل شيء ممكن، كل شيء ممكن، ما في شيء مستبعد بلبنان. والدليل كان كتير بعيد قائد الجيش عن التوافق وقت اللي قدمنا القانون تبعنا نحن بالتمديد للضباط الالويين تم التوافق ومشي الحال وصار في اذا بدك شويه او كثير من التناغم بين الرئيس بري والقوات اللبنانيه اللي ساعدوا اكثر بالنصاب والحضور. نعم. ممكن بلبنان ما في شيء مستبعد لانه كل لحظه والا ملايكتنا مثل ما بيقولوا. بس اللي بقول لك اياه انا اكيد لازم يكون في تقاطع ولازم اللي بده يساعد يجي يساعد باسرع وقت ممكن. يعني حتى اخر شهر انا بشوفها بعيده حرام بهيك وضع اذا الخماسيه جديه. هلا يمكن لانه عندهم اجتماعات لانه هني بمحل معين ما بحس انه في هالانسجام التام دائما عم بيكون في بروتوكولات بين بعضهم ومزيدات وما شابه. هلا بدهم يساعدونا بس نحن بدنا نكون جاهزين وحاضرين. نعم. ما فيني يحلوا محلنا هني فيني يساعدونا وكتر خيرهم ونحن بحاجه لهم بالتالي علينا نعمل واجبنا وبس يجوا هني بيكون الجو اذا بدك مساعد وملائم لنضغط باسرع وقت ممكن لانتخاب الرئيس. نعم. طيب بهذه الاثناء في جلسه لمجلس الوزراء. نعم. كمان يبدو موضوع رئاسه الاركان بعيد عنا. عبنا ينزل ما الهيئة إذا عندك معلومات هلأ بس أنا معلوماتي أنه قبل أنه ما وصلوا لأتي على أساس تنزل خارج جدول الأعمال يبدو ما زبطت. ليه؟ لأنه في مشكلة بالتعيينات ببقية القيادات الثانية. يعني إذا بده يعين اكتمال المجلس العسكري وعندك قوى الأمن الداخلي وفي مراكز كتير شغلة يعني بالتالي كمان أنه هلأ طالما أجا قائد جيش
عم بيسير الامور، ما عاد كثير ضغط على رئيس الاركان، لانه مش بس رئيس الاركان، كمان عندك مدير التفتيش وعندك في مناصب ثانيه بالمجلس العسكري بتحمل شويه يعني بتحمل. بس كمان بتحمل. في شيء اساسي ثاني، شو هو؟ اقتراح وزير الدفاع وما عمله. ايه ما عملوا هذا، ما احكي بالآلية كمان عدا الموضوع الاساسي بالجوار، وبالآلية ما عملوا كمان، بنرجع نفوت بجدل تاني. انا بتقديري يعني خلينا هلا نمشي الامور المستعجله، لانه كمان اليوم في اذا بدك نقد لرئيس الحكومه انه حاطط 100 بنت، وانه عم بتمشي الامور عم بتحل محل الرئيس. ايه ما هيدي النغمه، هلا بمحل معين بدها تمشي الدوله. يعني اليوم ما فيكي انت تضلي تعطلي كل شيء، في فصل السلطات عن بعضها، بدنا نمشي والا تعوا لنا حل حالي وننتخب رئيس بقى. كانه عم تقول يعني بدها تمشي الدوله بالنهايه، وكانه فهمت منك انه هذا التكتل اللقاء الجديد اللي عملته، لقاء تشاوري حول رئاسة الجمهورية، ولكنه سينسحب على حضور جلسات مجلس النواب وجلسات تشريعية. نحن اتفقنا ما منقاطع جلسة تشريعية والموازنة بدنا نحضر فيها، هذا كان الاتفاق المبدئي، لأنه من مبدأ فصل السلطات وتسيير أمور الناس، وفي مواضيع أساسية مثل الموازنة. شو بعمل فيها الموازنة هلأ اللي جاي من الحكومة، واللي قلنا كتير ما أخذ عليها وعدلناها وناقشناها، ولجنة المال عم تعمل شغل كتير كبير كمان، هيدي بدها بحث وبدها بتلة حتى ما نضل ماشيين بالفوضى المالية السابقة، وعلما أنه كمان جاي بدون أي خطة إصلاحية وبدون أي إذا بدك هيك فيجن رؤية للمستقبل السنة اللي جاي. على أمل نقدر قد ما فينا نحسن، وعم نحاول نحسن شوي فيها ضمن الإمكانيات المادية والإيرادات المتوفرة بالبلد. بس اللافت أنه كان في أعضاء من بين هذا اللقاء كانوا رافضين يحضروا جلسة تشريع، صح؟ هلأ نحن بآخر جلسة كنا توافقنا على الموازنة وعلى الواحد، هلأ بيضل حدا يمكن بس الأغلبية مع التشريع. طيب بدأت أقف مع فصل إعلاني، بس معلوماتي الكل وافقنا على الحضور، على الحضور خاصة الموازنة. ايه تحديدا بدي أتوقف مع فصل إعلاني. من بعد الفصل إعلاني بدي أحكي شوي بنكفي شوي بالسياسة، بس بدي أحكي بمشاريع يعني المشاريع اللي عم نشوفها بلجنة الأشغال النيابية. عندنا الميدل إيست، عندنا هي مش مشاريع، هي حل مشاكل، لأنه حل مشاكل مشاريع كلها وقف. عندنا الفيضانات اللي صارت، ويعني نحكي شوي بكيف بدنا نلاقي حلول للمشاكل اللي عم نعانيها. فاصل قصير ونرجع. يا حبيبي شكلها رجعت الأزمة. قلت لك حسنا قلبي رجع صف ما كورال ما بحياتنا قطعونا يا قلبي. ليفتين عودة لكم مشاهدينا وإلى هذه الحلقة مع ضيفي النائب سجي عطية. بدي أرحب فيك. أهلا فيك. ميدل إيست. نعم. ميدل إيست، أنه كنا دايما نسأل ليش في طيران شرق أوسط، يعني شركة وحيدة لبنانية، وكان في دائما دعوة لأنه ما يكون في حصرية للطيران. بدي أسمع منك عندك أخبار جديدة. أقول لا، الموضوع خلصت المدة، يعني بشهر 9 هي عمليا خالصة من سنتين العقد الحصري، بس لأنه بقانون التمديد المهل بعد ما حصل بالكورونا زادت سنتين، وصلت على شهر 9/24. بعتقد يمكن هلأ مناسبة بنعلن أول ما بنحكي فيها أنه بشهر 9 سيتم فك الحصري للميدل إيست، ومن هلأ الباب مفتوح لكل الشركات العربية والدولية والمحلية وأي حدا نعمل شركات جديدة، ولبنان مفتوح وفي الإمكانية يسجل بلبنان ويعمل شركة، وهيدي كتير بتخفف إذا بدك من غلا البطاقات، وبتساعد على المنافسة، بتشغل بطاقة، بتشغل عالم، وبنفتح على خطوط جديدة. ميدل إيست حتضل ميدل إيست، وحتضل ناجحة، وحنضل شركة نشوف حالنا فيها بضمن المستوى اللي هي فيه، بس ما بيمنع أبدا يضل في شركات تانية باللو كوست بمحلات الشحن على خطوط جديدة. نعم، يعني بشهر 9 بشهر أيلول، هيدي خبرية منيحة، بشهر أيلول المقبل. نعم، شهر أيلول المقبل تنتهي الحصرية. من هلأ بلشوا يتصلوا فينا الشركات، بلشوا يتصلوا فيكم الشركات. نعم، لحتى يبلشوا يقدموا. نحن عم نتفضل وصلنا جاهزين وفي الأوانين اللبنانية لفتح شركات، ويلا. فهي خبرية للمغتربين منيحة.
هيدا للمقيمين اللي بيحبوا السياحه اذا بعد معهم وللناس اللي متوسطي الدخل يعني احنا مش مضطرين يدفعوا لانه اذا بتطلعي على دول ثانيه الكلفه اقل بكثير. هلا الميدل ايست لانه مستواها عالي بالخدمات وعندها خطوط معينه المنافسه عليها بتقتضي انه تكون بهالمستوى هيدا، بس ما بيمنع رحلات الصيف يعني كل الشارتر كل اللو كوست للتلاميذ للقصص. هلا المنافسه بتنزل الكلفه، بعتقد هيدي كثير منيحه لتحسين المستوى السياحي بالبلد. بس هيدي هلا عم تعلنها بشكل رسمي يعني؟ ايه العقد واضح بينتهي بايلول وانا مسؤول عن كلامي وجاهزين الوزاره وما في اي مشكله. وفي شهر ايلول 6 ايلول 24 تنتهي المده. ايه بس قصدي القرار السياسي بفك الحصريه ما بيصير سيدي، بدها قانون تمديد لانه انتهى وما حيكون في تجديد له، لانه كلنا مقتنعين وتناقشنا حتى مع الاستاذ الحوت بهالموضوع هيدا وقال انا ما عندي مشكله معه، فيكن تعلنوها وكل واحد بيشتغل شغله مع بعض. طيب بس اذا بدنا نروح لهيدا المطرح بدنا مطار لازم، هيدا المنكعبش عليه نحن. يلا هات لنا نحكي بالمطار يعني. لا لازم مطار يعني بيروت اليوم يعني عم بيعاني من مشاكل كتير، وعم نشوف في حتى يعني امنيا وتقنيا وعلى كل المستويات يعني مطار صار ما بعرف البعض يقول انه هو ماشي يعني بالصدفه. بضمن الامكانيات المتاحه للاداره تبعه عم يعمل اللي عليه. هلا نحن الحق علينا بمحل، يعني اليوم ما فيك تعملي صيانه بلا مال، ما فيك تعملي نظام حمايه للسايبر اتاك بلا مال، ما فيك كمان تحسني الفاست تراك بلا مال، المساحات والبنى التحتيه وقت اللي انعمل بالزمان كان ل 6 ملايين سايح، اليوم نحن عم نكون تخطينا يعني ب 4 و 5 ملايين 50 و 60%. اضف الى انه صار في مشاكل حده يعني الكوستا برافا هيدا المكب اللي الله يستر ما بتعرف باي يوم بيعمل بومبا حد منها. نعم. عندنا نهر الغدير وجايب الطيور والسمك ومدري شو، عندك موضوع الطرقات هيدا كله بيستدعي ومن الواجب يكون عندنا مخطط جديد للطيران المدني بلبنان، وخاصه بعد ما هلا فكت الحصريه وخاصه بعد ما النقل الجوي اصبح اهين بكثير من السابق. فالنيلون بعدنا ماشيين فيها، عندنا مطار ثاني وثالث بلبنان بيسوى نبلش بالثاني، يعني مطالع الاعاد بتعرفي انه جاهز فنيا وامكانيا وما بده كثير تمويل وفينا نقلع فيه. بدك مثل الخزنه وزير الاعلام خلصت جلسه مجلس الوزراء خلينا نستمع لوزير الاعلام. والله ما يكونوا اختلفوا وخلصوا على بكيه. يلا هات لنا شو. خلص ما حدا راح يسأل له سؤال. شو جاهزين؟ هوا؟ في مستهل جلسة مجلس وزراء تحدث رئيس الحكومة فقال: مع بدء أول جلسة لمجلس وزراء في العام الجديد أتمنى للبنانيين وللسادة الوزراء أن تكون سنة مليئة بالإنجاز ويعم السلام والأمان في لبنان وتسود المحبة بين الجميع، لأن لا سبيل لخلاص الوطن وإنقاذه إلا بتكاتف جميع اللبنانيين مع بعضهم البعض. نتمنى أن نشهد في الأشهر المقبلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية لكي ينتظم العمل الدستوري كما يجب أن يكون. لقد سمعنا انتقادات من قبل البعض بأننا نأخذ دور رئيس الجمهورية، وهذا الأمر غير صحيح، لأننا نعمل على تسيير أمور البلد في الوقت الحاضر في هذه الظروف الصعبة، ومن ينتقد عليه القيام بواجبه في انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن، وهذه هي بداية الحل المطلوب. أضاف دولته: تنعقد جلستنا اليوم على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وقطاع غزة، وفي ظل حركة دبلوماسية مكثفة باتجاه لبنان، منها زيارة وزيرة خارجية ألمانيا قبل يومين التي كنت اجتمعت بها قبل شهرين أيضا. الوضع الحالي هو أفضل مما كان عليه قبل شهرين لناحية بدء التفهم لوجهة النظر اللبنانية التي أبلغتها أيضا إلى الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين، ومفادها أن هناك قرارات دولية صادرة منذ العام 1949 وصولا إلى القرار 1701. كل هذه القرارات الدولية لم تنفذ إسرائيل أيا منها، في حين أننا نؤكد باستمرار بأننا تحت الشرعية الدولية.
وبياننا الوزاري أكد احترام كل القرارات الدولية، وإذا كان المطلوب تحقيق الاستقرار في الجنوب والمنطقة الحدودية فلتطبق كل القرارات الدولية بدءا باتفاق الهدنة الصادر عام 1949 وكل النقاط الواردة فيه من دون أي تغيير، وعندها يمكن الانتقال إلى الحديث عن ترتيبات الاستقرار في الجنوب. كذلك فقد أبلغنا جميع المفادين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، وانطلاقا من عروبتنا ومبادئنا نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن إلى وقف إطلاق النار في غزة بالتوازي مع وقف إطلاق نار جدي في لبنان. نحن لا نقبل بأن يكون أخوة لنا يتعرضون للإبادة الجماعية والتدمير ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد. وقال دولته إننا نحيي مبادرة جنوب إفريقيا برفع دعوة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، ونتطلع إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان لا سيما القانون الدولي الإنساني. بالأمس شهدنا المرافعة الأولى والنقاط الأساسية التي أثيرت فيها، وبغض النظر عما سيصدر عن المحكمة الدولية فإن الأساس أن هناك من يسأل أين هي الشرعية الدولية والقانون الدولي. أضاف دولته لقد حصل هذا الأسبوع حادث خطير في مطار بيروت تمثل بعملية قرصنة لبعض الأجهزة في المطار. في هذا السياق فإنني أنوه وأثمن جهود معالي وزير الأشغال والنقل علي حمية ومتابعته الدؤوبة لعمل الأجهزة الأمنية في التحقيق فيما حصل سعيا لكشف الحقيقة، وانطلاقا من واقع أن أي جهاز قد يتعرض للخرق فإننا نطلب من السادة الوزراء التعميم ضمن وزاراتهم للتأكد من سلامة أجهزة كمبيوتر ومراجعة أساليب الحماية الخاصة بها. هذا كل شيء. في شيء أسئلة؟ في بنود مشيت، وفي ثلاث بنود بدها يعني أجلت لمزيد من الدرس. هني ثلاث قوانين ردوا على مجلس النواب طبعا. نعم. والمدارس مدارس. نعم. عندك موضوع الفيول للنفط الخام طلب وزارة الطاقة لاستبداله هولي كل المشو كان في بعض البنود بدها تعديل وتعدلت فهذا كل شيء. شكرا. كلمة رئيس الحكومة في بداية الجلسة، هل وضعتم أكثر لأجواء لقاءه مع هوكش؟ لا هذا هو، لا حقيقة هذا هو، لا هذا بس هو ما سألته يعني لا هذا هو يعني ما يعني هلا مثل ما يعني واضح كثير الموضوع يعني انه عم بيحكي عن حل شامل لكل المنطقه. ما انطرح شيء. دوله الرئيس ناطر خبر من وزير الدفاع يعني على اساس انه 15 كانون عم نحكي بعد يومين موعود بجواب من معالي وزير الدفاع بهذا الخصوص. ما انا معقد نحن الا بعد 15 الشهر بنشوف اذا معقد ولا مسهل. شكرا. ما انطرح هذا الموضوع. منطقة. معالي وزير الزراعة، أوكي، اليوم كان في بند أساسي مطروح اليوم طرحه معالي وزير الزراعة يلي هو هلا بجنبي يلي نحن متفقين من أول نار بس وصلنا على الحكومة. هذا المشروع كان مشترك بين وزارة الزراعة ووزارة الصناعة لأنه موضوع أساسي، وحان الوقت بقى بلبنان نتحول من دولة ريعية لدولة إنتاجية، وبس نتحول لدولة إنتاجية أنا برأيي جميع المشاكل يلي منعانيها ومنصادفها بالنهار على جميع القطاعات، وما بدي فوت بالتفاصيل تبعها بس اللي بتعرفوها هاي بتحلحلنا كل الأمور. فقطاع هذا القانون يلي انطرح اليوم صار له عمره 3 سنين و7 اشهر حان الوقت يكون له آليته، وانا بحكي فيه بالشق الصناعي لانه هذا راح يكون محفز اولي اساسي لصناعه قطاع الادويه وصناعه الالياف والاقمشه وهيدا. فهذا موضوع ضروري صار جدا 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 ومطلب اساسي، ونحن برؤيتنا وبالاشتراك مع معالي وزير الزراعة
يلي عملنا زيارات ميدانية بهذا الموضوع، ويلي هو حتى نحطه بقطاعه هو منه حشيشي، هو قنب الهندي يلي بيختلف كليا، يلي هلا رايح اعطيكم تفاصيله الزراعية شوي معالي وزير الزراعة. فأنا اليوم من السرايا الحكومي حب أطلق هيدي الحملة يلي هي صارت ضرورية، وأنا بأكد لكم بس تنطلق هيدي فيها مداخيلها رح تحللنا من كتير من المشاكل يلي موجودة اليوم بالقطاعات العامة وبعدة محلات، يلي رح تساعد ورح تكون محفز أساسي ودورة اقتصادية طويلة عريضة. فشكرا على هذا الموضوع، ما عليك فضل. شكرا ما عليك. صباح الخير جميعا، بداية كل عام وأنتم بخير. نكتفي بهذا القدر من النقل المباشر لما بعد التصريحات، ما بعد جلسة مجلس الوزراء. في شيء مهم يعني بغض النظر عن جدول الأعمال، بس أنا خليني سني على مشروع وزير الزراعة. هيدي كتير مهمة للبلد، زراعة الأنب الهندي، لأنه هو ده بيكافح الحشيش بنفس الوقت بالخصيص البيولوجي، الخصائص البيولوجية تبعه، وتاني شيء بيدخل حوالي $1.5 مليار على البلد. كل المناطق الجبلية البعيدة بيعيش فيها، هيدا لازم كان من 10 سنين يعملوا، بقى اليوم هيدا بعتاد إنجاز يسجل لقاله. طيب حكي كمان شيء لافت، أنه الدعوة لانتخاب رئيس جمهورية، يعني رح لك شو أنت بتعرف أكتر منه، أنه لما تبلشوا أنه تحكوا كلكم، يعني في مايسترو عم يعني بيقلنا دخيلكم نحكوا، حيا ما حدا حكي لا معنا، ما ضروري يكون في مايسترو، قصدي في موجة، في هو شيء الواقع، في الواقع اليوم حدث بده يصير هيك قصدي. لازم، أنا بعتقد لازم الكل يتحمل مسؤوليته بهالمرحلة. مثل ما عم تشوفين احنا تحت حرب، كل يوم عندنا مجموعة شهداء، المنطقة الجنوب كلها عم تنقصف عم تدمر، ما فينا نضل ساكتين، وفي تسويات واضح بالمنطقة. يعني بعد الحرب في معطيات كتير حتتبدل، يا بتبقى إسرائيل يا ما بتبقى، وإذا بقت بأي صيغة بدها تبقى. واليوم موضوع كمان قضية فلسطينية اللي هي أساس، هل هالقضية حتضل حاضرة وتحقق محل الدولتين أو مشابه؟ بالمعنى بدك لاعب أساسي يقعد على الطاولة، بدك رئيس جمهورية يقعد. أوكي، بس عم تقولوا أنه هلأ أنه في انتخابات، أنه دعوة لانتخابات رئيس جمهورية قبل الاتفاق الأمني وفصل الأمرين عن بعض. قلت لك يعني أوكي. بدنا نفصلهم أكيد إذا تفصلين. سمعت. وأنه في هلأ هذا الجو الدولي بالبلد، بس أنا عندي سؤال لك، هذا كيف يمكن أن يستقيم مع الكلام مبارح عن مثلا ضربة للأمريكيين والبريطانيين للحوثيين باليمن؟ يعني قصدي إلى أي مدى يمكن فصل المسار اللبناني عن مسار المنطقة اللي عم بيصير؟ شو بيمنع اليوم إذا اجت الخميسية مع القوى المحلية وقعدنا عملنا آلية انتخاب رئيس، وهل بينجح ملتف حوله منكون حوله؟ شو العلاقة يعني اليوم إذا اليمن عطول كنا وقت العلقة أوكرانيا روسية علقت لا تخلص، وقت اللي علقت بالسودان لا تخلص، وقت اللي علقت من ريوان عطول نحن وقت نكون جزء من حوادث دولية، أنه بعد شوي عم ندفع الثمن بكل شيء. هلأ غزة تختلف أكيد، بس اليوم اليمن والقصة هني ضمن المحور هيدا. بس ما هي غزة ما بيكون أقوى لليمن وأقوى لألنا. أوكي، بس ما ضربات اليمن كمان مرتبطة بغزة. مزبوط، ما كله مرتبط بغزة. أنه إذا نحن عم نربط حالنا بغزة، ما بتغير رئاسة الجمهور، ما لازم نربط حالنا بغزة. بس ما السيد ربط أنه أي اتفاق أمني مقبل قال أنه نحن أمام مفترض إنجاز ما حكي على رئيس السيد حسن، حكي على التفاوض الاتفاق الأمني بالجنوب، وقفوا الحرب وتجوا لعندي. صح، ما عم تقصفوا علي وعم تقصفوا على غزة. طيب ما فيكي أنا وحاطك بالحبس ودي أتفاوض أنا وياك والفرد براسك وعم قصدك عم تقول أنه الاستحقاق الرئاسي رح نفصله عن كل شيء اتفاقيات أمنية ممكن. حتى السيد حسن والحزب مفصول، قال اليوم قبل بكرة ما عندهم مشكلة، يعني ما حدا قال والله بس تخلص غزة ولا نشوف إذا بتكون، ولا قبله تكون ضمن التفاوض. نعم. ولا هكشتين حكي فيها. نعم. يعني واضحة أنه في فصل، ولازم يكون في فصل، ولازم يكون اليوم قبل بكرة رئيس الجمهورية، لأنه بتعزز موقفنا الوطني ومنتوحد حول الرئيس لحتى تفاوض لتحقيق مكاسب تساعد المقاومة وتساعد اللبنانيين بشكل عام. نعم، وكربال هيك الرئيس بوري كمان دعا لانتخابات رئيس جمهورية قبل اتفاق الأمني 100% كل وأنتوا هلأ حرقكم باللقاء الجديد أكيد بدون إيحاءات. نحن فعلا من باب المسؤولية ومن باب قلت لك أنه بيسوى حدا يطلع بقى يدق الباب يا عمي تعوا شوي لنشوف. نعم. حتى امبارح الرئيس شو اسمه هلأ رئيس الحكومة عم يحكي بأول شيء أنه اليوم قبل بكرة، لأنه
في كتير قضايا وطنية وقضايا إذا بدك إنمائية وحكومية ودستورية. أيه. بس هذا الإجماع هذا البوابة اتضح أنه هذه البوابة واتضح أنه في إجماع لبناني داخلي واضح. على انتخابات رئاسية واضح. قبل واضح. أي اتفاق أمني مية هذا. مية. واضح. هيك. واضح. واضح. وأنه تحضيرا أو بموازاة الحراك الخارجي اللي بموازاتها وأنه يلا يعني تعالوا لنشوف إذا في حملين شيء تسوية جديدة شيء خلينا نشوف شو عنكم بس أنه بمعنى ضمن الحدود سقف السيادة يعني طيب. كنا قبل ما تخلص حلقتنا عم نحكي عن القصص يعني المشاريع أو الحلول اليوم المطار كنت عم تقلي أنه هذا بيفتح فك الحصرية يعني ما بقى في حصرية للميدل إيست بيفتح كلام عن أنه مطار بيروت وغير مطار بيروت مطارات أخرى مطار بيروت يعني بيضل حاضر وبالعكس بتعزز كمان المطار بيروت لأنه إذا فتحت مطار تاني هو بيبقى مكمل ومساعد تماما هذا اللي كنت بدي اقول لك اياه انه اليوم هذا لا يعني انه مطار بيروت بيضل مثل ما هو لا يعني بتفتحي خطوط جديده وتفتحي رحلات جديده وتفتحي شركات جديده لتزيدي نسبه الوافدين والمغتربين وموضوع السياحه طيب. مش لانه ناخذ حصه اذا اخذنا حصه ما عملنا شيء شو طلع معكم باخر حادثه تعرض لها المطار في خرق الارجحيه حسب التحقيقات الاوليه انه في خارجي سيبراني لموضوع الاجهزه والسيرفرات الكبيرة الهاردوير والسوفتوير جوا وفي تحقيق اللي بيطلع باليومين ثلاثة يعني واضحة لأنه التكنولوجيا الكبيرة المستخدمة أكثر بكثير من أنه واحد فات غير جوا بقصص يعني لأنه يعني مبين في تعدي في تعدي هادف على موضوع المطار هلا إن شاء الله ما يكون على وزارات تانية إن شاء الله ما يكون على مراكز تانية بعد ما اكتشفت إن شاء الله ومنيح أنه وصلت لهون وهون بالحقيقة بدنا نهني ضمن الإمكانيات المحدودة الجهاز أمن المطار وإدارة المطار والوزير نزلوا بأسرع وقت ممكن ومشوا الأمور ما تعطلت إيه يعني ظلت هو... الأمور ماشية رغم بس بحسب التحقيقات بدولة تانية كانت عملت مشاكل كبيرة الحقيقة الإبداع اللبناني حلوها مانويل ما ومش تحال فيها بس بحسب التحقيقات نعم إنه هيدا الفيروس أو هيدا الخرق كيف صار من الداخل أو من الخارج؟ بعتقد هلأ ما عطونا جواب جازم ونهائي بس التوقعات إنه من الخارج لأنه كل تكنيك المستعملة مش داخلية وهي مسكرين بغرف ومقفلين وكذا مش بالسهولة وفي ومفصولين عن بعضهم بهدف شو؟ سايت اللي عامل بهدف شو بين طيب؟ بين السيرفر الكبير والصغير بهدف شو حصل هلا بتعرفي تشويش تعليمي باب تهديد انه انا يعني بتعرفي لو فاتوا هدول على الملاحه الجويه وعلى رقابي وكذا كان عملوا كاتاستراف كانت عملت مصيبه كبيره بس الحمد لله لانه مفصول برج المراقبه عن الموضوع هيدا كان في احتياط له أنا بقول لك هذا بتفوت على دول اليوم أوروبا وروسيا وأمريكا وكذا كل الدول بيعانوا منه هذا أكبر بكثير من إمكانياتنا وخاصة أنه ما عندنا نظام الحماية الكافي هلأ اليوم هيدي وعدنا نجيب نظام حماية وبلشوا الشباب اتصلوا بالسيمنس وعم بيجيبوا وهلأ في تمويل ونقصد 24 مليون دولار لنعمل كل الصيانة للمطار وحيكون بحل جديدي هلأ بعتقد من هلأ للشهر 6 يعني قبل ما يجي الأوديت الفاينل أوديت تبع الأيكاو ويتأكد من حسن سير العمل نعم طيب في شغلة كمان كنتوا بحلقة سابقة أنا وياك قلت لي أنه عملتوا جولة على القوى السياسية كرمال مطار الإقلاعات من باب انه نعمل له تسويق انه ما بينافس وبيعزز وعلى اساس هذا الموضوع بده يتابع واجت حرب غزة الحقيقة وكنا طالعين عاملين وقتها مع النائب دولة الرئيس رئيس مصعب وعاملين جلسة 60-70 نائب ولنبلش والحكومة طالعة ونحن ملف وجاهز المطار من التمويل للتشغيل للصيانة لكل الامكانيات ودراساته والجدوى الاقتصادي وين بيغطي وقداش امكانيته المشكلة التوقيت ما عندنا مشكلة إلا بالتوقيت ومن كم يوم شفنا وزير الأشغال وقال نحن جاهزين لنفوت بالتفاصيل بس خلي تطاح المرحلة لنشوف كيف لأنه بمحل معين كمان إذا عندي مطار بده يستهدف ما بيفتح له محل تاني ليستهدف هلأ بهالحرب وبهالتعدي العدوان الإسرائيلي يعني من الحكمة أن نهدي الوضع شوي لكن سلكنا يعني نعم طيب قبل ما يخلص وقتنا بعد الفيضانات كل ما شات الدنيا بنسبح بالمي هلا يعني انا بتعرف شو انا بس بدي يعني اعرف انه نحن طالعين من سنوات حرب صار لنا يعني كم سنه مش عارفه بس انه من 20 سنه اكثر من 1000 من التسعينات 92 30 طيب. سنه طيب وانصرفت كل هالمصاري بالبلد
تبعال. هلا جايين في لجنه خماسيه جايه تقول انه بدنا عهد جديد واصلاحي وما بعرف شو، وانه في مجموعه عم تقول طيب تعوا عفى الله عما مضى، تعوا نسكر هالدفتر ونبلش دفتر جديد، وفي ناس عم يقولوا لا في دفتر قديم بدنا نحاسب. هذا الوصول. طيب قد اليوم في قدره على المحاسبه، خصوصا انه يعني هلا لعدم تحميل عهد واحد بس مسؤوليه، هي عهود متتاليه، هي حكومات متتاليه، وهي بنى تحتيه مهتريه. هو اذا بدك تحكي بصراحه بتحمل مسؤوليه النظام الطائفي تبعنا، نظام المحاصصه ونظام اللي عامل زعامات على حساب المال، صار في خدمات لك جامعتي لجامعتي لجامعتي لابني زعامتي لخرب البلد وفلسنا وراح العام والخاص والعالم فلسين. هذا اذا بدك بالمشهديه الكبيره، اما بالتفاصيل ايه مزبوط كان في زبائنيه وكان في ناس من اوادم وما في محاسبه وانصرف مال كثير اكثر بكثير ما وصل على فعلا على الخدمات. هلا المحاسبة أنا معها ولازم تنفتح ملفاتها ولازم تتعلم الناس، الله بيحاسب الله، إذا كنت منيحة بيأخذك على الجنة وينك منيحة ما سمح الله بيأخذك. هلأ وشو بدنا يعني؟ إذا الله نحن أحسن من الله، لذلك ما في دولة أنا مني ما أيم هلأ بس ما أقول منا أحسن من الله، بالتالي الثواب والعقاب يجب المحاسبة على كل واحد أخطأ بحق الناس والبلد مثل كل الدول. هلأ البديل لك إياهون، نحن وصلنا اليوم فوضى تنظيم البناء، يعني التعديات السيمنتو الزفت زياده المساحات المغطاه، هيدي البنى التحتيه اللي ما كانت مؤهله لهيك، نسبه متساقطات عم تنزل 100 و200 باليوم كانت تنزل 30، موضوع ما في مال لتعمل تنظيف للمجاري، امبارح عملنا اجتماع نحن وزير الطاقه وزدنا الموازنه لتنظيف مجاري الانهر. بالتعديات اذا بشوفيكي طلع لي 20% من التعديات على الانهر بلبنان طلعوا بالمئات 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 بكل منطقة، يعني عنا تعديات أكثر من البحرية على 10 أضعاف، وهولي يا بدنا نشيلهم يا بدنا ندفعهم ورسومهم. هلأ عم نحضر قانون بهالموضوع. هيدا موضوع وزارة الأشغال، يعني كانت ميزانيتها 300 مليون دولار بالسنة، اليوم ميزانيتها 1.5 مليون. هلأ كمان امبارح نعمل إذا بدك إعادة تقييم أنه هيدي الجوانب الطرقات والأوتوستراديات بدنا تصبي. عالجنا بلجنة الأشغال آخر مدة وعملنا توصية لرئيس الحكومة أنه يكون في خلية أزمة عند بسرعة عاصفة بهالأزى من الوزراء المختصين. أول شيء البلديات لازم نعطاها مال وتزداد إذا بدك حصصها بالصندوق البلد المستقل لتنظف النفايات تبعها ما يقعوا بمجاري البيئة. والأكثر من هيك أنه اليوم في من 20 سنة واقع جزيري ببحر بيروت بنهر بيروت لشلوها لحتى اجت الشتاء وطافت وأزت المنطقة المحيطة والمدينة، هلأ بلش يشيلوها من الأسبوع الماضي. والأكثر من هيك كله وزعنا المسؤوليات أنه وزير الأشغال عنده طرقات وجوانبها، الطاقة عنده مجاري المياه، البلديات نفايات، بتقليلي عم بتضل تزيد، عم بقلك اليوم في تغيير طقس كتير كبير وفي نسبة الخضار خفيت وهيدي موجة بالطقس كتير كبير في دول كتير بالعالم عم تأذيها. هلا الحمد لله نحن عنا منحدر ما كتير في أزمة مثل الدول المنبسطة، والله يلطف ما فيني أقول لك أكثر من هيك. فعلا الله يلطف الله يلطف الله يلطفنا العقول والأداء، الله يلطفنا ويعني وننتخب رئيس على أمل أنه يكون في عهد جديد فعلي إصلاحي حقيقي، يعني بصير فينا على القليلة شوية بنى تحتية والأساسات اللي معنا إياهم أصلاً بالبلد. لازم أنا بقول لك بصراحة في خلية عمل عم تشتغل كتير كبيرة بمجلس النيابي، هاللجان النيابية محضرين ملفات والشغل ما بتصدق قديش جيد. هلأ عم نعيد ننفض الـ 462 تبع عنوان الكهرباء مع الطاقة الشمسية مع المياه، هلأ حطينا السنة موازنة لموضوع كل معامل توليد الطاقة من الكهرباء الهيدروبونيك، هولي كتير مهمين بتخفيف الكلفة وزيادة السعة. على أمل ينتقلوا هولي من الورق إلى الواقع، بدك حكومة وبدك رئيسي وبدك خلص نقول يلا بلشنا. شكرا لك أنا أبسجي عطية على وجودك معنا اليوم بهذه الحلقة. أهلا وسهلا فيك. شكرا مشاهدينا على المتابعة وإلى اللقاء.